صوفيا، انت درستي ماركتينج واكتشفتي هاي الموهبه وقت الحجر، بالحجر بشهر 3. كيف صارت الموهبه انه صار لك سوق والناس تعرفك وتعملي اوردرز؟ هلا اكيد الواحد بتوسع بيكتشف وين ميوله في منطقه ما. هلا بالحجر بشهر 3/2021 بلشت اشوف كيف بعمل للعيله اطباق معينه، فبعدين بلشت اتوسع. عرفتي سافرت أستراليا، شفت كيف بيعملوا هناك أفكار، عم بيكونوا كرياتيف. بلشت هون، بس رجعت بلشت أتوسع في هذا المجال لحد ما وصلت هون. هلأ كتير حلو. هلأ بتعرفي كتير مرات بقولك الشخص اللي عنده موهبة هو بيكون يعملها بدون أي جهد، يعني أنت فكرت أنه هذا إشي عادي. ولكن الناس بيلاقوا أنه كيف عندك هاي الميول والمهارة وطولة البال والإبداع، فهون أكيد. هي بتيجي بالضبط. بس قلتي لي بديتي انت من قطع الكيك اللي بتزيد بالبيت وقت الحجر. اكيد هدول زي هدول. اوكي فكان عم بزيد كيك بالحجر، احنا اكثر شعب عمل كيك بالحجر بالضبط، فكان عم بزيد كيك، فاللي بزيد كنت اعمل ازيد جبنه عليه، اعمله كرات وابلش ازين فيه في طريقه معينه، منها احط شوكليت، بعدين صرت ازيد اجيب هدول الاشياء اللي بنشروا بس بتاكلوا، يعني هو كله اوكي بتاكل. يس اوكي وازيد عليه واتفنن. ما احلى، معقول؟ شو حلو. اسمعي طيب، هلا بلشتي تتفنني شوي شوي عندكم بالبيت. شور اوكي، وبعدين كيف اجت الفكره انك تعملي انت تريز عليهم هذه الاشياء؟ بعدين صرت احس انه هذا إشي عم ببلش يكون مطلوب عندنا هون. ومن هون بلشت اكيد بدعم اهلي والاصحاب. فبلشت أول إشي بإشي بسيط، كنت أعمل بس بلاترز صغار. بعدين صرت أتوسع وأعمل إشياء الشوكليت وهدول الجيفتس. حلو. هلأ أنت مش بس عم تتفنني بطريقة العرض، عم تتفنني أصلاً بالمكونات، يعني عم تقولي لي هون جبنة أنت بتعمليها. يسعى إيدي. هاي جبنة عليها جوز. إيش هاي؟ شور جبنة ولبنة. جبنة كريم تشيز. جبنة كريمية وعليها شبت مطحون ومكسرات. حلو. اذا انت كمان بالمكونات. بعدين هلا كنتي عم تقولي لي انه هدول كمان ايش فيهم؟ هدول فيهم نفس الشيء بس خلطه تشيز غير عن هدول الموجودين. اوكي، يعني الجبنه مختلفه. هدول بيكونوا زي الايس كريم بس هم بس مو باردين، يعني هم كيك من جوا. طيب هلا الناس بلشت تعرف عنك وعملتي صفحه على انستغرام. يس. كيف الواحد بيسوق حاله؟ يعني كثير ناس من اللي عم بيحضرونا وكثير بيجينا احنا صبايا وناس عم بيعملوا هيك بزنس، مرات بتغلب الواحد بالتسويق. شو كيف الافكار اللي بديتيها واللي حسيتي عن جد بتزبط وبتعمل تسويق ناجح؟ اكيد هو اول إشي لازم الواحد يكون عنده كرياتيف. لازم يكون عنده ابداع وابتكار كتصوير، كتقديم، بكل بالضبط برزنتيشن. صح. كيف هاي اهم شيء، الوضوح بالتصوير. مزبوط. اسعارك تكون بتناسب الكل. الاغلب الناس مش فئه معينه. عرفتي كيف؟ او يكون الإشي مقبول اصلا للناس، يعني الناس حبيته. صح. هذا اهم من كل شيء، وتضلي متجدده. يعني ما تعملي إشي وتوقفي عنده. لازم تضلي تشوفي ايش الناس بتحب وتطوري عليه. ضلي تطوري. طيب هلا عملتي صفحه على انستغرام. يس. اكيد دائما اول ما الواحد يبلش ببلش بالناس اللي عنده اللي حواليه. اكيد. هلا لما مثلا كنت تسعري مرات الواحد بيستحي لانه بيكونوا يا قرايب يا اصحاب. أكيد. شو بتعملي بهيك حاله؟ لا انا بهيك حاله انا اصلا بسال الشخص انت قد ايه حاط بادجت، وبناء على هيك انا بخلق له الاشي اللي بده اياه حسب البادجت اللي هو حاطها. فما في سعر معين. أوكي. انه الناس لازم يلتزموا فيه. حلو حلو. عرفتي كيف؟ هذا اللي بيميزني اكشلي. يعني لازم اي شخص حاط مثلا مبلغ معين، بالمبلغ هذا بنخلق له الاشي اللي بده اياه، سواء بلاتر جيفت غيره. حلو حلو. هلا هدول بيجوا هدايا. هلا هون شو عندنا؟ كيك ومارشميلو. يس. وفراولة. يس. وهون في البولز، هدول فيهم شوكليت اللي حكيت لك عنهم، اللي فيهم كيك وتشيز. حلو. اذا هلا تواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك دنيا يا دنيا، لانه في شخصين من اللي رح تتواصلوا معنا رح تربحوا. حدا رح يربح هاي السله، والثانيه هاي اللي فيها بلاتر. اجبان وعنب وتشيز بلاتر، وفيها سلامي. سلامي وفيها اشياء كثير طيبه. طيب هلا لما رحت على استراليا لقيتي انه هذا الشيء اللي انت ملاقيتيه شيء عادي بتسلى فيه بالبيت. هناك عم بيعملوا منه مصاري، هناك عليه ضجه وعم بيعملوا منه كثير اشياء. اوكي شو عملتي؟ فبس رجعت بلشت اول شيء قبل لا ابلش بلشت اطور حالي انا،
بعدين بس شفت حالي كفؤ إني أكمل في هذا المجال، فتحت الصفحة وبلشت. وحبيت كيف قلتي أهم إشي الصور تكون واضحة، لأنه لازم وأكثر انطباع قدي هذا الشخص بروفيشنال بالضبط باللي بيعمله. أكيد وبالضبط. هلأ كمان إحنا بالوقتنا الحالي السوشيال ميديا كتير بتلعب دور. مزبوط 100%. يعني طيب أكيد. هلأ إيش حابة تعملي؟ يعني إيش عندك هلأ؟ نجحتي وعم تعمل إشي كتير حلوة وبتتفنني فيها، شو عم بتفكري تعملي لقدام؟ يعني هلأ في فكرة ببالي، عم بحاول. هلأ في ناس كتير بأخذوا البلاترز من عندي ما بعرفوا مثلاً إنه هاي تشيز مفروض تنحط مع كذا مع كذا. عم بحاول أعمل إشي إنه أصير أطلع لهم مثلاً زي ورقة مكتوب فيها أكتر إنه إيش ممكن يضيفوا، عسل مع كذا مع كذا. عم بحاول شوي شوي أطور من نفسي. يعني زي كأنك تعملي توصيات، هاي يس. بتلبق مع هاي، يس هاي أكيد مع هاي. وفي تبعون الناس، عم باخد بعين الاعتبار كتير الناس اللي عندهم تحسس من الناتس. الناس اللي ما حتى بس تروحي مكان معين كتير الناس بحكي لك لا أنا عاملة دايت ما بدي أكل، فكتير عم بهتم بموضوع إنه يكون أحسب الكالوريز اللي بنفس البلاتر اللي بدي أوديها عشان الناس تقدر تأكل بكل رياحة. عم بب صح صح، لأنه بوقتنا هلأ يعني كتير ناس ماشيين بحمية غذائية أو بدايت أو بكذا. صح صح صح. وأهم إشي ده الواحد يبتكر ويطلع حلول جديدة. شور. ويبتكر أكيد. ويطلع حلول جديدة. بس أنت كمان ماخذة هاي الموهبة من والدتك. يس. عندها هاي هذا الإبداع. ماما من صغرها يعني. طب قد ايه بيشجعوك عائلتك؟ كثير. يعني اصلا في اشياء كثير انا ماما بتساعدني فيها مثل هاي هدول. كلهم هاد. طب هذا كله بالبيت يعني بالمطبخ؟ كله بالبيت، حتى هدول ما حكيت لك ما لقيتهم في السوق، هدول كمان على ال يعني طلعوا مقلزها. صوفيا لازم احكي، حابه تعملي لنا بلاتر على شكل رؤية؟ انت عملتي هدول الكرتون بايدي وحطيتيهم مساعدة ماما عملناهم. أها. ما لقيت منهم، واللي بده توصاي بده وقت كتير تطلبي، فعملتهم اعتمدت على نفسي. بعدين بتعرفي صار حتى الناس بالبيت يعني زي ما قلتي ونحن قاعدين على التلفزيون ما بدك تكتري صحون وتعملي عجقة. أكيد. يعني بتجيبي مثلا صينية أو بورد بلاتر مثل هاي بتكون هاي الأشياء. أكبر بالضبط مثل هاي اللي تحت رندا. أها. يس بتكون على أكبر. أوكي. بيقدروا يحطوا فيها تشيز اللي بدهم اياه، فروت رسبيه بالطريقه اللي بدهم اياها. هي اكثر بتيجي بشكل عشوائي. صح. عرفتي كيف؟ بس الالوان تكون متناسقه. اكيد. بدهم يحاولوا يوزعوا الالوان، مثلا هون احمر هون اورنج، مش كله حوالين بعضه، الالوان متشابهه. طب قادره تنظميه يعني هذا الوقت بين شغلك وبين هذا الاشي؟ يعني هلا بصحى بكير شوي أبكى إذا عندي على الخمسة اليوم إذا عندي عشان يكونوا كلهم فريش صحيتي على الخمسة. يس. إذا عندي أوردرز عم بصحى بكير عشان ما بحب أعملهم قبل بيوم، بيكون عندي وقت بس بجهز كل شيء وبقطعه وكذا. بس ما بحب أعملهم قبل بيوم، بحب يضل مثلا هون سلامي وهام كله يضل فريش. عن جد حلو. فاللي بده يعمل بزنس بده يكون يعني جاهز انه من قلبه يعطيك اهم شيء الوقت. يس. هلا دائما بيقولوا انه انت لما بتشتغلي شيء هو شغفك بتتعبي بس ما بتحسي حالك يعني خلص هيك رايحه كل الطاقه، حسيتي هذا الشيء؟ لاني بستمتع وانا بعملهم. يعني هو ما بتحسي شغل اكثر من انك تحسي هو شيء عم بتحبيه عم تعمليه. عرفتي كيف؟ بالوقت الضايع عم تعملي شيء انت بتحبيه. فعشان هيك طالما الشخص بيعمل الشيء اللي بحبه بضل اصلا يتطور فيه 100%. 100%. لا عن جد يعني مبدعه جدا صوفيا. وانا بشجع كمان اللي عم بيحضرونا بتقدروا تروحوا على صفحه صوفيا على انستغرام بلاترينا، تشوفوا ايش التشكيل الموجوده، بتحبوا توصوا بتحبوا تاخذوا افكار، وكمان هديتين موجودين للناس اللي عمالهم بيتابعونا بنوصل لهم اياهم اليوم. نحن برؤيا رح نوصل لكم اياهم. طيب بحب اسمع نصيحه منك صوفيا لاي شخص عنده هيك شغف بموضوع معين، اوكي، وشو يعملوا لحتى يوصلوا لهاي المرحله اللي انت ما تخيلتي انه رح توصليها؟ اي حدا عنده شيء بحب يقدمه، ما لو حتى الناس عم بحبطوا فيه من ناحيه معينه، عم بيحكوا له لا هذا الشيء مش مطلوب، طالما هو مقتنع فيه وعارف انه هو رح يلاقي حاله في المكان هذا خليه يبلش. اكيد. كان عندك ناس بالبدايه يقولوا لك ليش؟ اكيد انه الا ما يطلع لك انه هاي كم شغله ممكن نحطها في بلاتر ونقدمها، مش بيج ديل يعني. اكيد. فمع الوقت لا، بس انا ما سمعت لهذا الحكي. اكيد. لانك عارفه حالك شو بدك تعملي، عارفه شو بدك توصلي. اكيد 100%.
اذا بنشكرك صوفيا، شكرا حبيبتي لوجودك معنا، وشكرا لانك عملتي على الاستضافه هذا هاي التشكيله رؤيا، وخليكم تواصلوا معنا على صفحه دنيا يا دنيا على فيسبوك عشان تربحوا معنا هاي الهديه وهاي الهديه. خلينا نشوف هلا فريق الاعداد بيكونوا سحبوا الاسامي الرابحه. شكرا صوفيا الفار من بلاترينا، ثانك يو. ثانك يو حبيبتي. اوكي يعطيك العافيه رندا وصوفيا، شكرا لك صراحه. البلاترس كثير حلوين، كثير مرتبين، وانا بحب يمكن بهال 15 دقيقه قديش بنعطي حافز ان شاء الله عم نكون لكل الستات لكل الشباب اللي عنده فكره وبيحكي هالفكره وين ممكن توصلني. اللي بينوي بيوصل، ودائما بيحكي انه انت خد اول خطوه عشان يبين الطريق. احنا صار عندنا كثير على فكره عدد كبير من التعليقات من اول ما حكينا انه راح نربح شخصين هالبلاترز الحلوين، وعم نكون مباشره كنا بالفقره مباشره على الفيسبوك لدنيا يا دنيا. اذا الرابحه الاولى شروق الخلفات، الف مبروك يا شروق، وايضا معنا الرابحه الثانيه من البلاترز ريما هيثم. الأسماء اللي ذكرناها على الهواء إن شاء الله فريق الإعداد راح يتواصل معكم شروق وريما لتستلموا الهدايا. حتى بالفقرات السابقة فريق الإعداد راح يكون على تواصل معكم. نعم راح نتواصل معكم.